مرحبا بكم في مجتمع جالكسي بالعربي. جالكسي هي تطبيق إنترنت ويب أبليكيشن يوفر وسيلة في غاية السهولة وفعالة جدا لتحليل وعرض البيانات وأيضا مشاركة النتائج البحثية مع الزملاء والطلاب وكذلك محكمي الأبحاث والمنشورات العلمية. وهذا الجزء الأخير خاصة يحل مشكلة تواجهنا نحن الباحثون حين نقدم ورقة بحثية لإحدى المجلات المرموقة. في أحيان كثيرة يطلب المحكمون طريقة لإعادة تحليل البيانات وإنتاج النتائج ليجربوها بأنفسهم كبرهان على صحة النتائج، ما يسمى Data Reproducibility. جالكسي توفر هذه الخاصية لجميع عمليات تحليل البيانات التي تتم على خوادمها المتعددة. يوز جالكسي زي ما قال عبد الرحمن هي منصة تحليل علمية موجودة على الإنترنت بيستخدمها عشرات الآلاف من العلماء حول العالم بأكثر من 120 دولة بأكثر من لغة على تقريباً 130 سيرفر في مجالات علمية كتير، بيولوجياً مثلاً في الجينومكس والبروتيومكس والميتابولومكس وبرضو تحليل البيانات الخاصة بكوفيد-19، مش بس كده في مجالات علمية تانية زي فيزيائياً وكيميائياً وتحليل الصور بمختلف أنواعها. وده لأن يوز جالكسي بيضم أكتر من 8000 أداة لتحليل البيانات، وعن طريق المنصات بتاعت يوز جالكسي تقدر تكون الورك فلو اللي بتفكر فيه باستخدام تركيبات وتكوينات مختلفة من الأدوات دي. كما ذكرت الزميلة إنجي، فتطبيق جالكسي هو أداة سهلة يستخدمها عدد كبير جدا من الباحثين في مجالات شتى في جميع أنحاء العالم. السؤال: كيف أبدأ باستخدام تطبيق جالكسي؟ الجواب: أولاً تختار الخادم المناسب. هناك عدة خوادم لجالكسي منتشرة في جامعات ومعاهد بحثية على مستوى العالم، أشهرها الخادم الرئيسي usegalaxy.org، الخادم الأوروبي usegalaxy.eu الموجود في ألمانيا، الخادم الأسترالي usegalaxy.org.au، وهناك الكثير غيره. في الحقيقة يمكنك من أي مكان في العالم الدخول على أي من هذه الخوادم، لكن من الحكمة لتوفير الوقت أن تختار الخادم الأقرب لك، وذلك لتسريع عملية تحميل واستعادة البيانات. ثانياً، تبدأ باستخدام التطبيق. كما ترون فصفحة جالكسي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية. من اليمين History، وفيه تستعرض ملفات البيانات الخاصة بك سواء كانت مدخلات أو مخرجات لعمليات تحليل البيانات التي قمت بها. ويتضمن كل عنصر في الهيستوري خاصية رائعة هي أنه يمكنك إعادة تشغيل نفس عملية تحليل البيانات التي أنتجت هذا العنصر، بحيث تجري كما في السابق تماماً وتنتج نسخة من نفس المخرجات مرة أخرى. في اليسار قائمة بالأدوات التي يمكنك استخدامها في إدخال وجلب وتحليل البيانات. ومن خصائص المرونة الرائعة في جالكسي أنه يمكنك تضمين أي أداة جديدة في هذه القائمة بما فيها أدواتك الخاصة. في الوسط هنا تكون واجهة لعرض ملفات بياناتك سواء بطريقة نصية أو مجدولة أو مرسومة Visualized، وكذلك استخدام وتشغيل الأدوات المختلفة لتحليل البيانات. من الخواص المفيدة في جالكسي هو إمكانية تخليق تركيبة من أدوات مختلفة في شكل Workflow بأي تعقيد مطلوب. ومن الخواص المفيدة والرائعة توفير عدة أدوات لرسم البيانات بعدة أشكال ثنائية وثلاثية الأبعاد. لو عايزين تتعلموا أكتر وتعرفوا أكتر عن جالكسي، ففريق جالكسي عمل لنا الجي تي ان، شبكة تدريب جالكسي اللي فيها تدريبات كتير في كل حاجة ليها علاقة بتحليل البيانات، بالمشاركة وإنشاء وتطوير الجالكسي سيرفر الخاص بشغلك وحاجات تانية كتير قوي. كل تدريب هيكون متاح بالديتا الضرورية لي أو البيانات الضرورية لي بفيديوز وسلايدز وشرح مفصل لخطوة بخطوة، وناس موجودة طول الوقت تساعدك في أي سؤال إضافي أو أي فكرة جديدة. مجتمع جالكسي بالعربي هي حاجة موجودة فعلاً، وبينا وبتواصلنا سوا نقدر نكبره أكتر وأكتر. فلو عايزين تعرفوا أكتر وتتواصلوا معنا تقدروا توصلوا لنا على الكونتاكت ديتيلز الموجودة في اللينك ده أو على الأكاونت بتاعنا على تويتر. هنا مستنيينكم.